مرحبا بكم في هذا الشرح حول خادم المسمى Observer على لغة الأورلانج. في هذا التطبيق قمت ببرمجة Application تعتمد على Design Principle خاصة بأورلانج OTP، وهي كالتالي: فالهيلو أب هو الابليكيشن، والسوبرفايزر يقوم السوبرفايزر بإطلاق هذا الجين سيرفر، باستخدام الاي جي. وفي حالة القيام بستارت لينك فهو يطلق سوبرفايزر آخر المسمى بهلو داتا سوبرفايزر، وworker يقوم بسبون للخادم المسمى hello worker. فهذا هو الخادم المسمى hello worker، وهذا الخادم فهو بسيط نسبيا، يقوم فقط بفتح connection مع بور TCP والانتظار. لكمبايل هذا الكود تقومون بربار كومبايل، ومن ثم ربار شيل. الآن نكتب تعليمات observer start، فهو مكتوب ب wx widget، ويجب التوفر على wx widget على يونيكس أو الماك لكي يشتغل تطبيق WX widget. هذه هي واجهة الديبوغر المسمى ب Observer. هنا معمارية تطبيق الأورلانج. فالبروسيس الأول هو الجروب ليد، أو ما يسمى بالابليكيشن ماستر بروسيس، ومن ثم البروسيس الخاص في الابليكيشن الذي يقوم بستارت. هذا البروسيس يطلق لنا سوبرفايزر، فهذا السوبرفايزر الأول، وهذا السوبرفايزر يطلق نسخة من هذا الوركر. أيضا بطريقة موازية، فهذا السوبرفايزر يطلق سوبرفايزر آخر المسمى ب hello data supervisor، وبدوره يطلق نسخة أخرى من الهلو وركر، يعني أن كلا سوبر فيزر فهو يطلق وركر من نفس الكود. مثلا إذا كنا نريد إضافة تشايلد إلى الهلو داتا سوبرفايزر، نكتب هلو داتا سوبرفايزر ستارت تشايلد، كما تلاحظون لقد قمنا بإضافة child آخر للسوبرفايزر، وكل من هذه الworker فهي تقوم بفتح connection مع خادم الانجينيكس كما تلاحظون. فعندنا ثلاثة من اوكي. مرة اخرى نطلق العديد من الوركر، فكل وركر يقوم بفتح ربط جديد مع قاعدة البيانات كما تلاحظون. مثلا 10 نضيف 4، 1 2 3 4
فالنتيجة هي 14. مثلا إذا كنا نريد إطلاق بروسيس آخر شبيه بهذا البروسيس، نكتب hello supervisor start child. كما تلاحظون قمنا بإضافة العديد من الوركر. مثلا إذا سقط هذا البروسيس فالعدد فهو المشكلة هو أن التايم اوت الخاص بخادم الانجينيكس فهو يغلق مثلا يغلق الليزون. ويبقى البروسيس هنا على لغة الأورلان. إذا أردنا تغيير هذا الشيء ما علينا سوى تغيير الوركر. لكي يعطينا قيمة فارغة، يعني أن state هي فارغة. robar compile و robar shell op server start. الآن مرة أخرى نقوم ب hello data supervisor start child، نضيف بعد child مثلا. إذا قمنا بإنهاء هذا child رقم 111 بالضغط على الزر الأيسر وإرسال كيل، فبعد موت هذا البروسيس فإن السوبرفايزر يراقب حالة البروسيس ويقوم بإنشاء بروسيس آخر. كما تلاحظون مثلا 135 138. مرة أخرى نقوم بقتل 166، نحصل على 169. نفس الشيء بالنسبة لهذا البروسيس. فإذا قمنا بإغلاق هذا البروسيس فإن هذا السوبرفايزور يتعرف على سقوط هذا البروسيس ويقوم بإنشاء بروسيس آخر. 309 أصبح 174. نضيف بعد البروسيس الأخرى إلى تشجر الهيلو سوبرفايزر. كما تلاحظون الآن إذا قمنا بإغلاق هذا البروسيس سوبرفايزر فإن الهيلو سوبرفايزر يقوم بإعادة تشغيل الهيلو داتا سوبرفايزر، وهذا السوبرفايزر يتوفر فقط على child واحد في البداية. نفس الشيء إذا قمنا بإغلاق الهيلو سوبرفايزر فإنه سيقوم بإعادة تشغيل
supervisor ونحصل فقط على worker هنا و worker هنا، لأن هذه child قمنا بإضافتها بطريقة البرمجة عن طريق start child. فعند التشغيل يقوم فقط بإضافة الشروط البدئية لإطلاق ذلك البروسيس. مثلا هنا المشكل كان أن السوبرفايزر تتوقف السوبرفايزر، فإننا إذا توقف هذا السوبرفايزر فلا يمكن إطلاق الكود مرة أخرى، لأن هذا السوبرفايزر لا يوجد سوبرفايزر آخر يقوم بترقب ومراقبة حالته. نستطيع فقط إعادة تشغيل البروسيس الموجودة تحت سوبرفايزر معين. مثلا هذا السوبرفايزر فهو موجود تحت هذا السوبرفايزر، يعني يمكن إعادة تشغيل هذا السوبرفايزر، وهذا الكود يمكن أيضا إعادة تشغيله لأنه موجود تحت الهلو داتا سوبرفايزر. فهذا الكود فهو سهل سهل جدا، فهو 1 for 1، يعني إذا سقط أحد البروسيس نقوم فقط بتشغيل ذلك البروسيس الذي سقط. مثلا إذا كتبنا هنا 1 for all، إذا سقط أحد البروسيس فإنه يقوم بإعادة تشغيل جميع البروسيس الموجودة تحت ذلك السوبرفايزر. مثلا إذا كنا نريد إطلاق عدد سنكتب hello supervisor start child هذه الطريقة، و list sequence مثلا من 1 إلى 100. قمنا بإضافة 100 من البروسيس. مثلا نضيف 10 بروسيس إلى الداتا سوبرفايزر. فهذا التشجر يحتوي فقط على اثنان من السوبرفايزر وبعض الوركر الموجودة في المستوى الأول وبعض الوركر الموجودة في المستوى الثاني. مثلا إذا كان الهلو داتا سوبرفايزر يطلق ب10 من البروسيس من المرة الأولى، فعند إعادة تشغيل الهلو داتا سوبرفايزر فإننا نحصل على نفس العدد المشغل. اوكي،
مثلا من المرة الأولى فإننا نطلق 100 من مثلا 10 فهي كافية، 10 من الوركر على السوبرفايزر الثاني. في المشكل نغير فقط الاي جي من الى اكس. كما تلاحظون فالآن قمنا بإطلاق 10 من البروسيس عند تشغيل هذا التطبيق، يعني عند قتل هذا السوبرفايزر فإن هذا السوبرفايزر يقوم بإعادة تشغيل هذا السوبرفايزر، وسنحصل أيضا على 10 من البروسيس الجديد بهذه الطريقة كما تلاحظون. فعلا عند قتل 154 مرة أخرى عند إيقاف هذا البروسيس فإننا نحصل على 10 من البروسيس الجديد. الآن سوبرفايزور restart child hello data supervisor و هذا الأمر فهو غير مهم جدا، ما يهمنا نحن في هذا الشرح هو هذا التطبيق الذي يحتوي على سوبرفايزر ووركر وداتا سوبرفايزر، وكلا هذين السوبرفايزر فهي تطلق الهلو وركر، وعند سقوط أي من هذه الوركر فإن السوبرفايزر يعيد تشغيل التطبيق. آمل أن تكونوا استفدتم من هذا الشرح حول سوبرفيجن 3 وديبوغر الأوبسيرفر الخاص بأورلانج، وإلى اللقاء في درس آخر.